لأنه ما في حدا رح يتفرج علي بس مات. مين؟ أنا يا أخي، أنا يا أخي، إن شاء الله افتحي، إن شاء الله والله هربانة من الموت. هن ما بيعرفوا إنه ما في حدا ممكن يرفع لي فرنك ومصدي. أنت ما سألت حالك أنا ليه فتحت لك الباب؟ يا ريت لو فيي موت وارتاح وريحكم ترتاحوا من هالبلد. روحي فضيت من كل شيء، من الوحدة، من هالحياة الغريبة اللي عايشتها بين هالحيطان المليانة ذكريات.